خلال الفترة اللي فاتت صدرت مجموعة كبيرة من الأغاني اللي احتلت الترند، خصوصا مع طرح أكبر النجوم على الساحة لأعمال جديدة. ده طبعا تزامن مع انتهاء موسم عيد الحب اللي هو بيعتبر موسم غنائي بامتياز. النهاردة معانا الناقد الموسيقي محمد شميس في الاستوديو اللي هنتكلم معاه عن كل الأغاني الجديدة دي. شميس منورنا في لايت شو. بنورك يا ايه. أغاني كتير قوي نزلت الفترة اللي فاتت، ويمكن زي ما قلت كان سيزن والفالنتاينز داي وأغاني يعني كتير قوي، شفنا ألوان مختلفة، بس صحيح. يمكن أهم الأغاني دي كانت أغنية محمد ثروت اللي قدمها بعد يعني غياب طويل جدا، أغنية يا مستعجل فراقي. إيه رأيك في الأغنية وفي عودة ثروت تحديدا في الوقت ده؟ هي مهمة لكذا سبب. مهمة لأن لما نزلت احتلت الترند، وطالما احتلت الترند فهي قدرت تعبر عن محتوى الناس محتاجينه. كمان هي تاني حاجة زي ما انت كنت بتقولي ان هي بتمثل عودة الفنان كبير محمد ثروت، يعتبر مثلا جيل الشباب اللي بيسمعوا مزيكا الفترة دي ما يكونوش عارفينه قوي، هو بالنسبة لهم نوستالجيا، حاجات قديمة، لكن ما عصروش قوته وسيطرته لما كان بيغني وبيقدم أعمال بتحقق نجاحات كبيرة جدا على الساحة الغنائية. واهم حاجه في الاغنيه هو رجوعه هو. كمان كان ذكي جدا في اختياره لتامر حسين ومحمد رحيم ان هو يرجع اللي معاه. طبعا هو اختار ناس ناجحه وناس شاطره يقدر يسند عليهم ويعود معاهم بقوه، ويبقى بقى التحدي الاكبر ان هو هيقدر يستمر ازاي بعد العوده دي وبعد النجاح اللي حققه باغنيه مستعجل فراقي، وهل هيقدر يكمل بنفس القوه دي ولا هيبقى فيه بقى وقعات في النص.